مشاهدينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير. أهلا وسهلا بكم وحبابكم عشرة من السعودية الرياض، قناة السعودية 24، قناة السودان 24 الآن، لكل زول في كل مكان. أهلا بكم ومرحب بكم، وزي ما تعودنا دائما أن نقول لكم آراءكم وملاحظاتكم بتهمنا شديد جدا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. اليوم أنا ودينا اللي سحرانين معاكم، أهلا بك يا دينا ومرحب بك. اليوم إحنا حنتكلم عن التعليم الماثل المفقود والمطلوب في السودان. إن شاء الله تكون سهرة خفيفة ولطيفة عليكم، وبنرحب كمان بدينا الليلة مشرفانا في سهرانين، ونحن سعيدين الليلة بوجودك. أهلا ومرحب بك أستاذ إبراهيم، وأهلا ومرحب كمان بالسادة المشاهدين مشاهدين برنامج سهرانين، وأهلا ومرحب بضيفنا من داخل الأستوديو الأستاذ عبد الرازق محمد يحيى، مترجم ومهتم بقضايا التعليم. منورنا جدا أستاذ الليلة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الأخ إبراهيم، الأخت أقول لك الإبنة دينا، بارك الله فيكم وسادة المشاهدين بقناة السودان الآن 24. وحقيقة سعيد جدا أن أكون، لأنه في موضوعات مهمة جدا إن شاء الله سنتطرق إليها في هذا اليوم إن شاء الله. نحن سعيدين بوجودك الليلة معنا داخل الاستوديو، والليلة إن شاء الله حتكون حلقة لطيفة وخفيفة. بوريك فيك. نشوف الكنترول مجهز لضيوفنا، لضيفنا ولجمهورنا شنو، ونجيكم راجعين تاني إن شاء الله. رجعنا لكم مشاهدينا مرة ثانية، وبنشكر الكنترول على هذه الأغنية الجميلة جدا، وبالعودة لضيفي من داخل الاستوديو الأستاذ عبد الرازق محمد يحيى. لأن في البداية أستاذ عبد الرازق حابين أنه نتعرف ونعرف مشاهد قناة السودان 24 الآن عليك أكثر قبل ما نخش في محاور موضوعنا لليوم. طيب بارك الله فيك. عبد الرازق محمد يحيى، أبو عمر، من دارفور، مولدا نيالة، النشأة والمراحل الدراسية الأولى، ثم بعد ذلك انتقلت إلى الخرطوم عاملا بالمدارس الحكومية المرحلة المتوسطة، وبعدها انتقلت إلى مركز السودان القومي للغات سلتي، سودان English Language Teaching Institute. هذه المؤسسة التي نقلتنا نقلة كبيرة جدا، يعني كنا هناك في تدريب المعلمين. هذه فترة حقيقة الواحد سيتوقف فيها قليلا، لأنه عملنا بالمناهج تحليلا، وكذلك في تدريس المعلمين طرائق التدريس وأساليبه وما شبه ذلك، وكذلك يعني اشتغلنا في مركز السودان القومي للغات حقيقة في أكثر من قسم، يعني في قسم الترجمة، في قسم الإنجليزية العامة، في قسم تدريب المعلمين، في الكونفرزيشن، يعني دي كلها كانت إضافة طيبة جدا، بالإضافة لأنه الواحد احتك بمجموعة كبيرة من المعلمين يعني الممتازين جدا في أفكارهم، في لغتهم، في أشياء كثيرة جدا. ثم بعد ذلك شددنا الرحالة إلى المملكة العربية السعودية في العام 2003، وكذلك واصلت نفس العمل الذي كان بمركز السودان القومي للغات، اللي هو اشتغلنا في تدريب المعلمين، وبعدها انتقلت إلى الترجمة. حقيقة اشتغلت في صوامع الغلال، في البحرية، في الأمن العام السعودي، وذلك باختصار. في محطة مهمة جدا كمان، برضو كمان المحطة الابتدائية، المحطة الابتدائية كان في نيالة صح؟ أي نعم. ممكن توصف لنا التعليم في الفترة دي كان كيف؟ والله التعليم أخي إبراهيم يعني كان جميلا، كان جميلا بكل ما تحمل الكلمة يعني من معنى. أنا أذكر أنه أول شيء المجتمع اللي إحنا اشتغلنا فيه أو درسنا فيه مجتمع متساوي، ما في تفاوت يعني لا في الملبس ولا في المظهر ولا في أي شيء، وبالتالي هذه خلتنا ننتمي أكثر إلى المدرسة. في نفس الوقت كانت تربية وتعليم، يعني لم تكن تعليما فقط، ولم التربية تكن قبل التعليم. أي نعم، التربية والتعليم. طيب كيف كانت التربية؟ التربية حقيقة إحنا كنا نهتم بنظافة المدرسة، ساحة المدرسة، يعني في جرس معين قبل الطابور حوالي 10 دقائق، والله بنصل مرحلة إننا نلتقط قشرة التسالي،
المدرسة بتكون نظيفة جدا، بنحس إنه دي مدرستنا وهي مرآتنا وبيئتنا اللي بندرس فيها. كذلك الفصول قسمنا إلى مجموعات نبطشية. كل أيوة كل مجموعة لها يوم، بنكنس الفصول بشكل طيب. في الجمعية الأدبية يعني برضها كانت ممتازة جدا. يعني أنا أذكر في الصف الأول الابتدائي، يعني دينا طبعا ما حتتخيل أقول لك إيش، إنه إحنا الفطور كان مجانا عندنا، يعني بدونا سندويتشات مجانا، في لبن برضو بيوزعوا لنا مجانا، في الحبر والدفاتر والأشياء هذه كلها كانت مجانية. ولذلك إحنا بنحس إنه في ذلك الوقت كان التعليم قمة في الروعة، مع إنه بعد ما الواحد بقى يعني معلم وغاص في المسألة بتاعت المنهج والمقررات الدراسية وجينا لتحليل المناهج، الطرق بتاعت التدريس في ذلك الوقت حقيقة يعني كانت فيها مشكلات، خلينا نكون صريحين فيها مشكلات، لكن المعلم كان ممتاز، التعليم كان ممتاز، الوضع السياسي كان مستقر، فدي كلها ساهمت في إننا نتعلم على نحو جيد. وطبعا المرحلة الأساسية اللي ممكن ده الساس أو الساس لو ما كان متين ممكن انهار المبنى عموما. تكلمت وتحدثت عن التربية في البداية وقلت إنه إحنا بننظف السور، بننظف الفناء بتاع المدرسة، وثم تاني الفصول والتشجير والتسوير. دي كلها تربية. يعني بيربوك إنك كيف تنظف المكان اللي أنت كنت في اللي أنت قاعد فيه. إضافة إلى ذلك معذرة، يعني ما نفقده اليوم، يعني سبحان الله في ذلك الوقت كان عندنا حصة اسمها الأعمال. أيوة. اليوم يقابل الفنون يعني والرسم وما شابه ذلك. المواد كانت محلية جدا، بيجيبوا لنا أحيانا طين، أحيانا قصب، أحيانا رمل، أحيانا المهم أنت تشكل بالشكل الذي تراه. ويمكن سبحان الله أنا عندي اهتمام بالرسم، يعني كان مفترض أني أمشي لكلية الفنون الجميلة وقبلت فيها، ولكن لظروف معينة ما وصلت. فكان أنا أذكر الأستاذ بيجي بجيب في رأسي وأنا بخطط خطوط وبرسم رسوم وبشكل تشكيل من الطين وكذا، فدائما بيقول إنه يا أخي صفه لعبد الرازق. المسألة دي أدتني دافع قوي جدا في إني أواصل، يعني دافع قوي جدا. وسبحان الله أسقطته على طالبين اثنين ممن درستهما في السودان، اللي هو محمد حسن عبده وعبد الرحيم دوكا، أرسل لهما تحاياي. هذان يعني كانا يدرسان في مدرسة الخرطوم جنوب اثنين، وكان عندهم اهتمام قوي جدا بالرسم. ما عندنا حصة بتاعت فنون، لكن أنا بنتظر إلى الحصة السابعة بعد ما كل الطلاب يمشوا، بنفرد بيهم الاثنين ديل وبديهم يعني جرعات بسيطة بسيطة، وعملنا لهم معرض في النهاية بلوحاتهم، وجا مدير التعليم يعني قص المقص وكذا. أتفاجأ وأنا والله في السعودية وشاهد قناة النيل الأزرق، أتفاجأ أنهم هم ضيوف الاثنين في أصوات وأنامل لو تتذكروا هذا البرنامج. لا بكر الصديق. أي نعم، يعني يذكرانني إنه يعني هذه كانت البداية. يا سلام. يا سلام. فالواحد شعر بشيء من الفخر يعني. يعني طبعا بالتأكيد أستاذ عبد الرازق، علاقة الطالب بمعلمه هي علاقة استثنائية، وبالذات لما المعلم نفسه يكون هو واعي تماما يعني تأثير المعلم للطالب وقدر شنو بيقدر يأثر به سواء سلبا أو إيجابا. مصداقا لما قلتي، يعني أنا شخصيا تأثرت بكثير من المعلمين. لكن سأستفرد معلما واحدا يعني أثر في كل شيء فيا، الأستاذ زين العابدين محمد شريف. هذا الأستاذ أحببته حبا جما، يعني لعلكم تلاحظون إني بين المرة والأخرى أتحدث اللغة العربية الفصحى، والله منه، لأنه ما سمعنا منه كلمة واحدة دارجة. سلام. ولذلك أحببته جدا هذا الأستاذ، أحببت مشيته، طريقته في الكلام، أسلوبه، كل شيء. وكان يخط الخط العربي، والله حبا فيه تعلمت الخط العربي.
صحيح يعني الأستاذ عموما في الفترة دي كان هميم، هميم بالطلبة، هميم بالأنشطة المتعددة، وكان هو بيحرص بياخذ من وقته كويس، وبيقوم بيعمل الأنشطة دي كويس، ده أداه احترام أكثر عند الناس، عند الطلبة تحديدا في الفترة دي. يعني إضافة إلى ما قلت، المعلم كان عنده هيبة، يعني ما يقوله شيء يعني لابد أن نأخذ به والله، وهيبته وصلت لدرجة أنه إذا التقيناه في الشارع نأخذ شارعا آخر. صحيح. ليس رعبا ولكن احتراما وتقديرا ومكانة وكل شيء. يعني حتى هناك طفلة مصرية يعني حاول الإمام الغزالي أن يراجع لها بعض الدروس الدينية، فأخطأت ولحنت في قراءة القرآن، فصححها الإمام الغزالي، فقالت يعني أنت بتعرف أحسن من أبله. هذا نعم معناه صحيح. ماذا؟ إنه ثقة الطالب المتعلم في أستاذه لا تعدوها ثقة. نعم صحيح، بالتأكيد كلنا في ذاكرتنا كلنا عندنا معلم أثر فينا بطريقة إيجابية، وممكن يكون خلانا أو حببنا في مادة معينة بسبب هذا الأستاذ. نعم. أكيد كلنا عندنا هذا الأستاذ. صحيح أستاذ إبراهيم؟ أيوة صحيح، أنا بتذكر هو الست ماريا. نعم. الأستاذة ماريا في المرحلة الابتدائية شجعتني أنه أنا أكون ممثل، وشافت فيني الشوفة دي، من ديك تشجعت شديد جدا، لأنها هي قامت عملت مسرحية، جابت مسرحية وأخرجتها لنا. نعم. وكانت أول مسرحية أنا قدمتها في على خشبة مسرح المدرسة، فكان في تشجيع كبير جدا، و يعني أنا كنت سعيد بالوقت ذاك تحديدا، وقت الصفقة بتاعت كل الجمهور كويس. نعم. وتشجيع عليه بعد ذاك انه انا واصل وامسك الجمعيه الفنيه كويس، والجمعيات الادبيه. فانا كنت من الوقت ذاك هي اثرت فيني تاثير كبير جدا، وكانوا هم يعني ممكن ينادوك في البيت. اصبح اليوم الطالب بينادي الاستاذ في البيت عشان يدرس. نعم. انقلبت المعايير، ومرات يضرب له تليفون. نعم. يقول لي مالك تاخرت وكذا. نعم. نعم. لكن لا، الاستاذ هنا زمان بيجيبك في البيت وبياخذ من وقته، وقته الخاص. نعم. كويس، وكانوا بيعملوا الحاجه دي بحب شديد جدا كويس. كانت الحياه ميسوره كده، والناس رايقه كده. نعم. فاتقلبت الايه ولا والله يا اخي اتقلبت طبعا بفعل فاعل، يعني اكيد طبعا. يعني السودان طبعاً مره بمحطات كثيره، ربما نتطرق لها يعني من ضمن الحوار إن شاء الله. ده بقودنا كمان لأهمية التعليم في نهضة الشعوب والأمم. نعم. نحن كيف نقوم ناسنا. نعم. طبعا بالنسبة لأهمية التعليم، افتكر هو مسألة معروفة للكل وللجميع، ولكن على مستوى الأفراد، على مستوى المجتمعات، على مستوى الشعوب، لا يمكن الاستغناء عن التعليم. ولعلنا نشير إلى بلدان كثيرة جدا يعني هي نهضت بعلومها، يعني هي لا تفتقر إلى الكثير من مقومات الحياة والإنتاج وما شابه ذلك، ولكن يمكن إذا مسكنا دول جنوب شرق آسيا، يعني هؤلاء الآن فرضوا أنفسهم علما وتكنولوجيا على مستوى العالم، وده كله نتاج للعلم. عندنا دولة رواندا التي خرجت من مذابح يعني كبيرة جدا، هذه الدويلة الصغيرة اللي هي في قلب 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 إفريقيا، ما عندها أي منفذ بحري ولا أي شيء، استطاعت في سنوات وجيزة جدا إنها تنهض بشكل كبير جدا، وحسنا فعلت عندما اهتمت بالتعليم، يعني أولت التعليم أهمية قصوى، لدرجة إنهم الآن أطلقوا قمرا صناعيا خاصا بالتعليم. البيئة التعليمية عندما تكون جيدة يستطيع أن يتعلم الطالب يعني بشكل طيب. أنا والله ليس استصغارا من السودان، ولكن ينبغي أن نضع نلمس الجرح، ينبغي ذلك، لأنه إحنا بيقولوا إذا كان عندك جرح، يعني هذا الجرح إذا أردنا له
علاجا، فلا ينبغي أن نلفه بشاش أبيض ممنين أنفسنا بالشفاء، ولكن يسبق ذلك تطهير الجرح، ثم بعد ذلك نضيف إليه ما نضيف من أدوية وإلى شاش وما شبه ذلك. نعم. في السودان، لما إحنا نتكلم عن السودان أرجو أن لا نوجه الأنظار إلى الخرطوم فقط، الخرطوم جزء من كم من كبير، يعني إحنا إذا مشينا إلى الأطراف إلى القرى بنلقى في مآسي كبيرة جدا، يعني أطفال يجلسون على الأرض، أطفال يعني يقرؤون تحت ظلال الشجر، يعني منظر لا أنساه أبدا. ثلاثة مجموعات جلسوا تحت ظل شجرة كبيرة وأجري معهم لقاء، أنتم من أنتم من أنتم، في أول وثاني وثالث كلهم في ظل شجرة واحدة يدرسون. والطرفة يا إبراهيم تقول إن ولد ذهب للبيت مبكر شوية، فأبوه سأله قال له ليش أنت جيت مبكر، قال فصل أخوي وقع. طيب قال فصل أخوك وقع أنت جاي ليش؟ قال لأن نحن بندرس في ظله، ظل الفصل. لا حول الله، فعلا مأساة لهذه يعني الدرجة، وشر البلية ما يضحك أكيد طبعا. أي والله أي والله. إحنا شفنا مآسي كبيرة جدا في الفترة 30 سنة الماضية، وشفنا ناس بيدرسوا في مظلة، نعم، محطة بص، نعم، وهم أطفال من المزارع، أبواتهم في المزارع وكذا، وهناك وشفنا مآسي كثيرة جدا. لكن نحن كسودانيين لما نقوم، يعني أنا مثلا عملت ولدي دكتور، عبد الرازق كمان برضو لازم يعمل ولده دكتور كمصهر اجتماعي، نعم كويس، وخلينا العلوم الفنية، نعم، الحرفية، نعم الحرفية هي مهمة برضو كمان، هي بتنهض بالشعوب، نعم، وهي يعني لا تقل عن الطب والهندسة والاقتصاد. نعم. هي دي بترجع لنا إلى البيئة التعليمية. البيئة التعليمية ينبغي، هي البيئة التعليمية عبارة عن حياة مصغرة، يعني فيها كبسولة بتجمع كل أنماط الحياة وكل بعدين أنت بتتكلم عن عندك مثلا 200 300 400 طالب، أكيد هؤلاء الطلاب كلهم عندهم يعني اهتماماتهم، عندهم رغباتهم، عندهم، فيستحيل أنك تخطهم في قالب واحد. يعني في الطالب اللي عنده اهتمامات فنية، في الطالب اللي عنده اهتمامات أدبية، في، وبالتالي لابد من ملاقات كل هذه المشارب المتعددة في أننا نهتم بها ونأخذ بأيدي الصغار. ولذلك أنا أرى إنه غياب المدرسة من الحصص الفنون والموسيقى والأعمال والتدبير المنزلي بالنسبة للأعمال اليدوية دي صورة مكملة حقيقة. ما نراه الآن أنا أسميه ويرقى إلى مستوى الجريمة فيما يحدث الآن. الناس يمكن منبهرة بالمسألة بتاعت المدارس الخاصة. أنا لا أعتبر إنه المدرسة الخاصة بيئة تعليمية مناسبة أو صالحة على الإطلاق. هذه المدارس حقيقة تتاجر بالعيال أنفسهم، بالطلاب. بمعنى أنت ولدك لما يجيب درجة كبيرة المدرسة بتستقطبه، وبالتالي طوال العام الدراسي هو يشحن شحنا أكاديميات خاصة بملاقات متطلبات الاختبار، غافلين تماما عن الجوانب التربوية، لا في رياضة لا في فنون لا في مسرح لا في ولا شيء، عبارة عن الأهم حشو. الأكبر بيكون في تحصيل بالضبط الدرجات بالضبط، نعم، وبالتالي حفظ عبارة عن حفظ. ولذلك احنا بنقول بضرورة يا أخي إبراهيم، هل يعقل إنه التعليم في السودان في العهد البائد يلاقي فقط 2% من الميزانية العامة؟ هل يعقل؟ مشكلة كبيرة، من غير المنطقي طبعا. يعني بالمقابل اللي بندينا، بالمقابل يعني في قطاعات أخرى تأخذ 65، الناتج بتاعها إيش؟
الفكرة ما هو يعني خصصوا المدارس، والمدارس الخاصة بقت كثيرة جدا واعتمدوا عليها اعتماد رسمي، وزي ما قلت الرغبة والفايل بتاع الطالب هو بيوضح توجهاته. نعم. توجهاته المهنية، ونحن بنفتقر للحاجة دي. كويس، عندنا رغبة الأب والأم هي أقوى من رغبة الأستاذ والطالب نفسه. نعم، أنت أشرت للحاجة دي. نعم، وده مفهوم طبعا، اسمح لي أقول لك أنه ده مفهوم خاطئ جدا ينبغي أن يصحح. أول شيء، الحياة لها متطلبات، وأنه إحنا محتاجين لكل التخصصات في الحياة، بدءا يعني من الخباز إلى النجار إلى الدكتور إلى المهندس إلى 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 إلى, إلى هؤلاء نحن في حاجة إليهم. وبالتالي مسألة إنه الأسرة هي التي تفرض على الولد إنه إحنا عايزينك دكتور ولا عايزينك مهندس، هذه نظرة خاطئة تماما. ما هو الصحيح؟ الصحيح إننا كتربويين، سواء كنا في البيت ولا في المدرسة ولا في الجامعة ولا في أي مؤسسة تعليمية ولا تربوية، ينبغي أن نتلمس منذ البداية توجهات ورغبات هذا الولد واستعداداته الفطرية. يعني وبالتالي أنت الآن بتتكلم عن أنه الأستاذة يعني هي التي رأت فيك ما رأت من قدرة على التمثيل، وبالتالي أصبحت رجل ممثل من الدرجة الأولى. المجتمع محتاج إلى الممثل، رسالة الممثل لا تقل أبدا عن المهندس عن الدكتور، لأن كلنا يؤدي دوره. وبالتالي أنا أقولها مرة ثانية للآباء وللأمهات، لا تفرضوا شيئا على الأطفال، بل تلمسوا يعني ماذا هناك من استعدادات طبيعية عندهم ورغبات خاصة بهم وميول خاصة بهم لملاقاتها بالشكل الأمثل يعني. نعم، بالتأكيد. وطبعا أستاذ عبد الرازق، للتعليم أهداف قريبة المدى وأيضا أهداف بعيدة المدى. نعم، للحديث في أهمية التعليم، فكلمنا عنها أستاذ عبد الرازق. طيب، هو طبعا يعني ما من عمل الإنسان يقوم به بيكون خالي من الهدف، وإلا فما بكون في أصلا أي نتاج ولا أي فائدة. وإذا كان للأشياء أهدافها، افتكر أهداف التعليم ينبغي أن تكون واضحة وموضوعة بشكل دقيق جدا جدا. طيب، الأهداف بعيدة المدى اللي هو يعني هدف قد لا يتحقق في هذا العام ولا السنة الجاية، ولا ممكن تكون أهداف عشرية، 10 سنوات، 50 سنة إلى الأمام وما شابه ذلك. نعم. يعني الاستراتيجيات التعليمية بتقول إنه أي نوع من المواطن نحن نريده بعد 20 سنة. جميل. نحن نريد مواطن يعرف حقوقه ويعرف واجباته. إذا تحقق بس هذين الهدفين فقط، اللي هو إنه أنا كفرد طالب ولا من مواطن أعرف ما هو حقي وما هو واجبي، إذن أنا المواطن المنشود اللي مفترض إنه يكون. هذه واحدة. نعم. الشيء الثاني، وهذا هو المهم، وأرجو أن تصل هذه الرسالة إلى صناع القرار، أقولها والله، السودان دولة ترتكز على ركيزتين اثنتين، دولة زراعية ودولة رعوية. احنا عندنا المقومات الاثنين ديل، عندنا رعي ما شاء الله وعندنا زراعة ما شاء الله ومساحات وكل شيء. في خلل كبير جدا اللي هو توجهنا أكاديمي بحت. 99% من المدارس مدارس أكاديمية، وهذا لا يقابل هذين القطاعين. احنا محتاجين لمهندسين زراعيين، محتاجين لمتخصصين في القطاع الحيواني على اساس انه يقوموا بهذا العمل. الى الان احنا منذ الاستقلال 1956 والى الان الزراعه على تعتمد على المستوى الفردي التقليدي، زراعه تقليديه جدا. نعم. الرعي نفس الشيء. يعني هل تصدق بما هو متوارث بالضبط؟ هل تصدق دينا انه هذه الأغنام تجلب من أقصى غرب السودان إلى الخرطوم مشيا على الأقدام، قد تستغرق المسألة شهر كامل. صحيح. ما فيش مراكز طبية، ما فيش توعية للرعاة، ما فيش
هذه كلها مفقودة. وبتقلل الجودة. بتقلل الجودة تماما. وبالتالي نحن إذا كان عندنا مهندسين زراعيين أكفاء ونهضوا لنا بهذه الزراعة الآن، المليونيرات في أمريكا من هم؟ مزارعين. المزارع ليس بالضرورة إنه أنا لازم أجي أشيل أدوات الزراعة وأنزل في الحقل وكذا، لا، أنت ممكن تدير المسألة، لكن هذه الإدارة بتكون جيدة متى؟ إذا كان مبنية على أسس يعني علمية. نعم، وبحوث علمية صحيح. أما الأهداف القريبة المدى فيعني برضو ده ينبغي إنه يصحح، اللي هي المسألة بتاعت تزويد الطالب بالمعارف والمهارات المهمة، إنه يستطيع أن يحصل على الحد الأدنى من التعلم قراءة وكتابة وفهما للمعلومات، لكن ما يحدث مرة تانية أنا أرجع إنه عبارة عن حشو وخلاص، رسخ عند الطالب إنه هو ينبغي أن ينجح، إذا نجح فهو شاطر وإن لم ينجح فهو بليد، وهذه مقاييس خاطئة تماما فعلا. تماما جدا، يعني لا ينبغي إننا نعتمد يعني عليها. حنتكلم إحنا عن إنه الطالب ينبغي إنه يكون قادر على أن يستنبط يحلل. العملية التعليمية كلها تكون متمحورة حوله هو، وهو من يسأل وهو من وهو من، لكن الذي يحدث مسألة تلقين. نعم. احفظ، حفظنا مقالات تاريخية، حفظنا كتب لتريتشا. نعم، هذا الكلام كمان أستاذ عبد الرازق موجه أيضا ل يعني دائما الأهل، الأهل هم دائما اللي بيضغطوا الطالب على الحفظ. أنا يعني بنشوف إنه أغلب الأسر بالذات في الامتحانات اللي امتحانات الشهادة والامتحانات من مرحلة لمرحلة التركيز بيكون كبير جدا على الطالب، وبيكون الضغط النفسي كمان كبير جدا عليه. أنا أذكر حتى في طالب توفي ربنا يغفر له ويرحمه قبل يوم من الامتحانات الشهادة السودانية نتيجة للضغط، يعني في ساعة بتاعت راحة، في ساعة بتاعت تحصيل، في ساعة بتاعت مذاكرة، في ساعة بتاعت ترفيه، في ساعة يعني المسألة هكذا، لكن لا يمكن إنه يكون على الدوام يعني في هذا الضغط النفسي الكبير جدا. أنا حقيقة رسالتي للآباء والأمهات، الرسالة هي إننا مرة ثانية المسألة بتاعت التعلم هي تقاس بمهارات المتعلم، مهارات يعني هي تتمحور في شنو هذه المهارات. المهارات يعني مثلا مهارات القراءة، القراءة بمعنى أنا أستطيع أن أقرأ كتابا لم أتلقاه في المقررات المدرسية، ولكن أستطيع أن أحلل، أستطيع أن أستنبط، أستطيع أن أحصل على المعلومة منها. نعم. أستطيع أن أعبر بالكتابة عن كل مكنونات نفسي، هذه هي المهارات التي نحن نريدها. لا نريد طالبا يعني يحفظ المقررات المدرسية وإذا سئل سؤالا بسيطا في الحياة لا يستطيع أن يجيب. وأعطيكم مثال في اللغة الإنجليزية، حيث كان في طالب يعني ما شاء الله يجيد اللغة الإنجليزية وعلى طول الدرجة الكاملة، وأبوه قال إنه يريد أن يأخذه إلى بريطانيا كجائزة وكذا كلهم، والوالد الفخور يعني قدم ولده على أساس أنه يعمل إجراءات المطار يعني في مطار هيثرو. نعم. فالولد سئل، هذا الولد الشاطر الممتاز جدا سئل، طبعا السؤال التقليدي أنه ما الهدف من الزيارة، What's the purpose of your visit؟ فالولد ما فهم الكلام مع أنه كلام بسيط جدا. نعم. طيب أعيدت صياغة الجملة بأسلوب آخر، Why are you in England، لماذا أنت في إنجلترا؟ نعم. ما استطاع أن يجيب، وكانت خيبة أمل الوالد. هذا الطالب في ذلك المكان لو أعطوه ورقة اختبار في قواعد اللغة الإنجليزية لحلها بشكل صحيح. نعم. لكن هل نحن، السؤال، هل نعد طلابنا وصغارنا ليحلوا اختبارات، ولا نعدهم للحياة؟ صحيح. طيب ده الكلام الدارج أقوله لكم برجعنا. نعم. تاني لقريبة المدى فيما يخص التربية. نعم. للطالب ببالك في بداية الحلقة ذكرت إنه نحن بنكنس زي ما قلت لي كويس، ده نوع من التربية بخليك إنك تعتمد على نفسك. نعم. وفي حاجات كثيرة قبل التعليم هي بتفيدك في حياتك الآنية. نعم.
بتخليك اجتماعي، بتخليك كذا، في حاجات كثيره احنا ناقصانا في التعليم. نعم. قبل التعليم. نعم. فدي هي بتعيننا، لانه انا بطلع من بيتنا من نطاق ضيق جدا كذا، بصطدم بعالم ثاني، بصطدم بمجموعه من الناس، بصطدم بمجتمع كامل. نعم. طيب هو شوف المسألة بتاعت الأسرة، للأسرة دور كبير جدا، الأسرة دور كبير خالص خالص. يعني نقول إنه في هذا الولد الصغير اللي ولد في أسرة ذات بيئة تهتم بالعلم والمعرفة والتحصيل، وفي مكتبة، وهو بيشوف أمه بتقرأ وبيشوف إخوانه كذلك يعني يقرؤون، يعني هذا طبيعي طبيعي جدا إنه يطلع مهتم بالكتاب وبالمعرفة وكل شيء. أنا أذكر ولدي عمر ربنا يحفظه إن شاء الله، أذكر لأنه كل البيت كان مهتم بالقراءة وكده، وهو عمره كان 3 سنوات، فكان بيستلقي على السرير وبيمسك الكتاب بالمقلوب طبعا. نعم، التقليد الأعمى للكبار، باعتبار أنه هو يعني يقرأ. نعم. شفت كيف؟ ففعلا أنت يعني وينشأ ناشئة الفتيان منا على ما كان قد علمه أبوه. نعم. شفت كيف؟ فالبيئة المدرسية مهمة جدا. أنا أمي ربنا يطول في عمرها إن شاء الله، مع أنها أمية لم تقرأ ولم تكتب، ولكن ليس هناك من وقف بجانبي أكثر منها على الإطلاق. كانت تشجع، كانت توفر، كانت يعني تفعل ما بوسعها على أساس أنه تهيئ لي. كانت مدركة، أي مدركة لأهمية التعليم. بالضبط. ولما نجح إنه نعم إيه؟ في حين أنه هي 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 بنفسها لم هي أمية لم تلقى التعليم الكافي، ولكن برضو كان عندها وعي بأهمية التعليم. ده بودينا طوالي أستاذ عبد الرازق للحديث عن لو جينا مقارنة أو نقارن ما بين التعليم الفاعل اليوم وما بين التعليم التقليدي زمان. ممتاز جدا هذا السؤال اللي أنا كنت أنتظره حقيقة. نعم. يعني بالنسبة لي أنا قبيل ذكرت إنه في البداية على سؤالك أخي إبراهيم إنه التعليم كان يعني فيه جملة من الأشياء الطيبة، ولكن فيه أشياء حقيقة تقليدية. إحنا لو أنا ما أعرف، أنت طبعا من جيل الذين قرأوا الريدرز، كويس؟ أيوة. لا. لا. أيوة ولا لا أستاذ إبراهيم؟ ما عرفنا الإجابة. ريدرز للناس اللي قدامنا. أنت نايل كورس؟ بوك 1 وبوك 2. نايل كورس. نايل كورس. أيوة. طبعاً أنا ما فاهمة أنتوا تتكلموا عن شنو، يا ريت لو تفهمونا يعني. أيوة معكم. طيب أصلاً هي عبارة عن مناهج حقيقة، وهذه واحدة من المشكلات كذلك، إنه إذا كانت المناهج تتغير لماذا؟ للمواكبة وللتحديث وكذا، شيء طيب جدا جدا، ولكن إذا كانت هذه المناهج تتغير إرضاء لأنظمة ولا فرضا لسياسات معينة وما شابه، هذا أمر يعني مرفوض تماما. دينا الجيل الذي سبقنا كان المنهج تاعهم باللغة الإنجليزية كان يسمى ريدرز، اللي هو كتب ريدر ورن. أيوة. مبنية على قطع صغيرة للقراءة، وجل الأمر إننا نحفظ كلمات مفردة وقواعد قوالب بتاعت اللغة، لكن لا يمكنك هذا من أن تقول جملتين تعبر عن نفسك. أنت ممكن تحفظ الكتاب كامل، لكن بيكون في عدم قدرة على التعبير مخاطبة عن نفسك. بعدها جاء النايل كورس، وأتذكر تماما اللي هو كتبه مارتن بيتس، هو رجل بريطاني وزارنا والله في الفصل على أساس أنه يشوف نتيجة عملية للمقررات هذه. حقيقة النايل كورس أنا بعتبره من المقررات المدرسية الناجحة. لماذا؟ لأنه كان مبني على ما نسميه situational methods، اللي هي المواقف الحياتية اليومية. نعم. هذا الذي نحتاج إننا نتعلمه. يعني تخيلوا معي إنسان درس الابتدائي الآن طبعا هو الأساس، والثانوي، ويكون درس الكلية والجامعة، ومع ذلك لا يستطيع أن يعبر بطلاقة عن حاجاته اليومية. إذا أنت سألته في مجال تخصصه حافظ كل المصطلحات. صحيح. وكذا وإلى الأخير. هذه هي المشكلة. إحنا الآن محتاجين للغة المطعم، لغة المستشفى، لغة المطار، لغة الفندق،
يا أخي لأن أتردت على هذه الأمكنة، هذا الذي ينبغي أن يعطاه الطالب. ده كلام جميل. طيب نحن حنجيب في النقطة دي، نعم، وحنجي راجعين تاني إن شاء الله. التعليم الفعال مقارنة مع التعليم التقليدي، حنجي راجعين تاني، لكن بعد ما نمشي فاصل ونجي راكم راجعين تاني إن شاء الله. ورجعنا لكم مشاهدينا مرة ثانية مع ضيفنا من داخل الاستوديو الأستاذ عبد الرازق، ومواصلة أستاذ عبد الرازق لما انقطع من حديث، والحديث عن المقارنة عن التعليم الفاعل والتعليم التقليدي. أي نعم، التعليم التقليدي بيستند على مثل ما قلنا حشو للمتعلم بمعلومات، وغالبا ما تكون الوسيلة إلى التحصيل على هذه المعلومات اللي هو عن طريق الحفظ. يعني أنا أذكر تماما حفظنا كلمات وحفظنا نصوص وحفظنا قواعد بتاعت رياضيات وحفظنا مقالات تاريخية، وهذا كله يجانبه الصواب. يعني ينبغي للطالب أنه يكون قادر على أن يحلل، يستنبط، يستنتج. يعني هذه هي المسائل التي ينبغي أنه يتحصل عليها الطالب. أما مسألة الحفظ فهذه مسألة يعني لا تقيس ولا تقيم الطالب على النحو اللي مفترض أن يقيمه. التقويم المستمر هو الطريقة الصحيحة. إحنا عندنا عبارة الشاطر والبليد والطيش والأول، دي كلها مفاهيم خاطئة جدا، لأنه حتى المعيار والمقياس بتاع الامتحان الآن الناس بيشوفوا له بديل اللي هو التعليم المستمر، أو أقصد التقييم المستمر. نعم صحيح. يعني التقييم المستمر هو الأمثل والأجدى والأنفع والأكثر يعني فعالية. على أساس أننا إحنا نواكب الناس لا ينبغي أن نأتي لأننا نظام نأتي بما لم يأتي به الآخرون. يعني ما معنى أن أتي بمنهج ومقرر دراسي يسمى ملبسنا ومأكلنا ومشربنا؟ يعني تخيلوا معي إنه المنهج يكبسل في ملبسنا ومأكلنا ومشربنا. العالم كله يدرس العلوم والتاريخ والجغرافيا. يعني ولكن في السودان، بالنسبة للسودان الوضع مختلف، ونحن اليوم بنتكلم عن متطلبات النهضة في التعليم في السودان. أستاذ عبد الرازق، تفتكر هي شنو متطلبات النهضة؟ طيب أول شيء يعني المتطلبات كثيرة، أولها اهتمام الدولة بالميزانية بتاعت التعليم، إنها تكون أعلى ميزانية. ما لم نفعل ذلك والله لن ينهض بنا تعليم على الإطلاق. المعلم لا زال يعني يدرس دروس خصوصية في أكثر من مدرسة، المدارس لا زالت تفتقر إلى أبسط المقومات، المعامل، يعني المعينات المدرسية مما يتعلق بفنون، بمسرح، بكذا. هذه كلها أصبحت غائبة، معدات موسيقى ما في كل هذا، وبالتالي أصبحت المدرسة والبيئة التعليمية محدودة جدا. طيب كذلك واحدة من المعينات والمتطلبات إنه أولئك الذين ليسوا من الحقل التعليمي عليهم أن يرفعوا أيديهم تماما. يعني نحن عندما نذهب إلى الطبيب نذهب لأننا نثق فيه، هذا الرجل أفنى وقته جميعه في ماذا؟ في دراسة هذا الطب، ولذلك نثق به، يعطينا بنج، يفتح، يقطع، يوصل، يخيط، يعمل أي شيء. لكن الآن أصبح صاحب البدلة العسكرية هو الذي يقرر يعني ما الذي ينبغي أن يقوم في المناهج ومتى. الآن انظروا إلى الوضع في السودان، دراسة غير مستمرة، يعني في توقفات كثيرة جدا، وهذه والله مضرة بالتعليم بشكل كبير جدا، لأنه أنت في بداية العام عندك ما يسمى بالجدولة،
مفترض انه يكون عندك نسبه معينه من المقرر المدرسي تكمل في فتره معينه زمنيه محدده. نعم، الان اصبح الامر كله عطلات واجازات وطوارئ وما شابه ذلك. هذه مساله مضره بالتعليم بشكل كبير خالص. اكيد طبعا. نعم. قم للمعلم وفه التبجيل، كاد المعلم ان يكون رسولا. شكرا جزيلا ألوان الطيف. أغنية جميلة، أغنية راقية جدا، وشكرا كمان للكنترول اللي اختار لنا الأغنية الجميلة دي. فعلا قم للمعلم وفيها التبجيلة، يعني أنا برجع لك ورفيه التبجيلة كاد المعلم أن يكون رسولا. أنا برجع لك ورحبة في تعليمنا الزمان. هو تعليم ما بالضرورة أنه يكون لا بد من انه يكون في منهج حديث حتى انه احنا ننهض بالتعليم، لكن لو احنا رجعنا ورا بختار رضا كان الاستاذ مؤهل لانه يخلق مدعى وابداع داخل الفصل للطالب، والمدعى والابداع بنعرف انها سحرها الممكن توصل به المعلومة اللي بتخلي إنه الطالب يكون محاور جيد، بعكس المؤسسات التعليمية الموجودة الآن هي بتعلمك هو الحفظ، بتعلم الأستاذ نفسه اللي حيعلم حيدرس بتعلمه إنه كيف الطالب يحفظ. وزي ما قال الدين قبلك المهم في برضو كمان الأستاذ في المدارس الخاصة المهم عندهم النتيجة النهائية على أساس إنه يقوم يعمل بها إعلان. نعم، هي طبعا أخي إبراهيم عناصر التعليم هي كثيرة، يعني من ضمنها البيئة المدرسية والمقررات المدرسية والمعلم، ولما نجي نقول المعلم تدريب المعلم، لأنه أنت لا يمكن أن تأخذ أي شخص وتعينه وتلقي به إلى الفصل على أساس أنه يقوم بالعملية التعليمية. واحدة من الصروح التي هدمت في بلادي اللي هو بخت الرضا، يعني هذا المعهد يعني كان مشهودا له بالكفاءة وبالجودة وبالفعالية على المستوى الإفريقي حقيقة، يعني كان في إعداد للمعلم بشكل غير عادي، يعني في كل مناحي الحياة، يعني سواء كان لغة ولا مهارات ولا طرائق تدريس ولا، يعني كان معهد يقوم بكل هذا العمل. وخريج بخت الرضا يعتبر من المعلمين الممتازين جدا اللي ممكن مش يقود مدرسة، ممكن يقود مجتمع، وده الشيء اللي كان حاصل حتى المجتمع في ذلك الوقت نتيجة لما يرونه من انعكاسات المعلمين يعني وعطائهم وإلى الأخير، كان يقدم في المجتمع، هو الذي يصلي بالناس وهو الذي يستشار وهو الذي يؤتمن وهو الذي يعني كان الكل في الكل. ولكن كما أسلفت إنه الأنظمة التي تعاقبت على السودان كل نظام يريد أن يضع بصمته، إحنا ليست بخت الرضا فقط، خرطقة يعني وادي سيدنا، يعني هذه الصروح اللي خرجت أفذاذ كلها انتهت إلى لا شيء. أهلا وسهلا، معليش عندنا اتصال هاتفي ونرجع لك تاني ونرجع للمحور ده تاني. أهلا وسهلا أستاذ أحمد الصادق، دكتور أحمد الصادق أستاذ جامعي، أهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. أستاذ يا دكتور كيف الحال؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا، الله يخليك. سعيدين إنه نسمع صوتك. الله يخليك يا سيدي، مشكورين برضو، وأنا أعتذر لأنه ظرف طارئ جدا عرفت منعني من إنه أكون حاضر يعني، لكن أنا واثق إن الأمور بيكون مشت بشكل جيد يعني مع أخونا الأستاذ أبو عمر. ومن حسن حظنا دكتور أحمد الصادق إنه
توفقنا في هذه المداخلة الهاتفية، واليوم في حلقتنا عن التعليم الماثل والمفقود والمطلوب في التعليم في السودان. وحقيقة قبل هذه المداخلة الهاتفية كنا بنتحدث مع ضيفنا من داخل الاستوديو الأستاذ عبد الرازق عن التعليم الفاعل اليوم، التعليم الحديث، مقارنة ما بينه وبين التعليم التقليدي. ألو دكتور أحمد. دكتور أحمد أنت سامعنا كويس؟ أي نعم سامعكم، مرحبا. بنتكلم عن التعليم الفعال في مقارنة مع التعليم التقليدي. أي نعم أوكي. طبعا أنا سمعت، والله خليك، شكرا. تحياتي أولا لكل الإخوة الحضور، وتحياتنا لمشاهدينكم ومشاهداتكم، وشكرا مرة ثانية للاستضافة، وبعتذر للمرة الثانية إنه كنت أكون حضور لكن ظرف طارئ، كما يعني تكلمت مع الإخوة يعني. هو طبعا المسألة تطول، لكن أنا ألتقط من ما قاله الأستاذ عبد الرازق محمد يحيى أبو عمر. يعني هو أشار في النهاية لواحدة من أعظم المؤسسات في العالم العربي والشرق الأوسط وأفريقيا، اللي هي معهد بخت الرضا اللي صار لاحقا جامعة، ولكن هذا كان له دور عظيم جدا جدا في كل التحولات اللي حصلت في التعليم في السودان تحديدا يعني، بل في العالم العربي، لأنه في فترة من الفترات لاحظ أنه أنشئ هذا المعهد في عام 1934. يعني انت بتحكي عن اكثر من 8 عقود من الزمان، وما زال حتى الان، وزي ما قلت لك صار جامعه الان. على فكره كان يستقبل معلمين ويقوم بتدريبهم من كل العالم العربي، شفتها. وعنصر المعلم المدرب واحد من العناصر اللي ممكن تنتهي بتعليم فعال جدا جدا، لانه هذا الضلع من المثلث التربوي المعروف والقديم جدا والشائع هو بمثابه الامر المحوري، يعني العمود الفقري، عرفت؟ لانه لا يمكنك ان تعتمد على اي واحد عشان يدرس، يعني زي ما بتقول العبارة الدارجة دي واحدة. الأمر الثاني مهم جدا، نتكلم عن الخبرة وعن التراكم. يعني لا يمكن يكون في فلسفة تربية، لا يمكن يكون في سياسة تعليمية أو تربوية من دون ما تكون ذاكرتك أصلا فارقة، ما فيها تجربة وما فيها تراكم. دي مسألة ثبتت في كل أنحاء العالم، يعني لأنه التجربة مهمة جدا، تنتهي بأنه الهدف مطلقا من العملية التربوية التعليمية هو هدف معرفي وهدف تنويري، عرفت؟ وده الهدفين دول بيربطوا التعليم عموما بالمجتمع، بمعنى أنه أجندة وإبلاغات ومداولات التعليم وسياسات التعليم ومناهج التعليم يعني هي عبارة عن أجندة عملية، عرفت؟ يعني ما هي العملية التربوية عملية نظرية مطلقا، يعني لا، بشكل نسبي الجزء العملي فيها البراغماتيك العملي فعلا هو جزء مهم جدا جدا. الشاهد انه هذا التراكم اللي انا اشرت له في ظني انه كان له دور محور جدا ودور فعال جدا جدا في انه في كل فتره من الفترات نعيد النظر في مناهج التعليم. وطبعا ده من واقع الخبره المتراكمه، وده كان له يعني اثر بالغ جدا في انه يكون في تعليم في السودان لسنوات طويله جدا متين بكل ما تحمل هذه الكلمه من معنى، بمعنى انه يحقق الاهداف المعرفيه ويحقق الاهداف قطعا التربوية والتنويرية. وهذا الأمر زي ما أنا أشرت أنه مرتبط تماما بأنك خطاب التعليم كله تفتحه على المجتمع وتفتحه على كل مناحي الحياة، ويصير فعلا تعليم فعال زي ما أنت قلتوا.
طبعا الكلام يطول خاصة نظريا عن نظريات التعليم والتربية المعروفة، لكن نخلص لأنه إذا كان تمت من خطاب تعليمي أو تربوي يعتمد على هذه الخبرة المتراكمة، يعتمد على عنصر أساسي هو تدريب المعلم، يعتمد بشكل أساسي على مناهج تعليم نافذة وتستوعب كل الواقع الاجتماعي والثقافي والإقليمي والدولي وكذا، يصير بلغة التعليم الحديث يصير تربية نقدية، يعني critical education. ودي واحدة من التيارات الآن سائدة في العالم كله، بأنه نحن يعني نعطي للطلاب، عرفت يعني جوهر العملية التعليمية إنك تعطيهم مفاتيح، يعني مش دوزز جرعات ونظام الفيدين، يعني عرفت يعني تحشو أذهانهم بالمعلومات والبيانات. نو أنت تدلهم، تعطيهم المفاتيح عشان هم ما يوصلوا لهذه المعرفة، خاصة طبعا لو وضعنا في الاعتبار التطور التقني الهائل جدا اللي سهل كثير جدا جدا من يعني أدوات التعليم اللي هي كانت احنا بنقول عليها تقليدية اليوم. ليش؟ وأنا بختم كلامي لحضراتكم، يعني الآن هذه الثورة التقنية تعددت بها مصادر المعرفة، يعني اليوم أنت لا تقتصر على الكتاب المدرسي على الإطلاق، لأنه الطلاب عندك والتلاميذ كمان هم مفتوحين على كل أنواع المعرفة في العالم من خلال هذه الوسائط اللي صارت متاحة. يعني شوف الاعتماد على الكتاب الورقي صار يضعف يوم بعد الثاني، هذا في رأيي الشخصي لا يكفي إطلاقا الكتاب الورقي والهارد كوبي. صحيح يعني. دكتور أحمد كما تفضلت، البحث في العملية التعليمية أو العملية البحثية هو والاجتماعية والعلمية، يبقى بالتالي ينبغي أن نعيد النظر في مناهجنا، ينبغي أن نعيد. جميل دكتور أحمد، وصلت الصورة دكتور أحمد، شكرا لكم. طيب شكرا. نعم. شكرا جزيلا دكتور أحمد. في الختام، نحن يعني أنت تحدثت مطولا عن التعليم الفعال اليوم وأهميته والطريقة البحثية أيضا في طريقة التعليم، ولكن لو تحدثنا عن التحديات التي تواجه التعليم في السودان، تفتكر ما هي أبرز التحديات الموجودة اليوم؟ أوكي، ده سؤال جوهري جدا، شكرا لك يا أستاذة، وأنا كنت أتوقع من الأول نبدأ بهذا السؤال، شكرا لك مرة ثانية. هو في الواقع مش السودان فقط، ولكن العالم كله الآن عنده عدد هائل جدا، في عدد هائل جدا من التحديات التي تواجه التعليم. ونحن شفنا الدول العالم الأول المتقدمة الغنية وبنفس القدر دول العالم الثالث أو الدول الفقيرة أو محيط العالم أيضا يواجهون بذات التحديات. يعني أولا نقول إنه تضاءل الكثير جدا جدا ما تنفقه الدول للتعليم، يعني إلا من رحم، عرفتي يعني تضاءلت، وهذا ترتب عليه ضعف عام في كل مناحي التعليم، لأنه مسألة التمويل هذه يقوم عليها أشياء كثيرة، أنتم كما تعرفون يعني البنيات الأساسية من أجل تعليم فعال زي ما أنتم تفضلتم. واحدة من أقصى التحديات إنه في تسارع حتى في المعرفة نفسها، أن إحنا بنعدها في شكل مناهج وفي شكل برامج تعليمية، تكست بوكس وأي باكج من يعني من مصادر المعرفة، يعاد فيها النظر، لأنه أنا أشرت قبل شوية لأنه تعددت مصادر المعرفة بسبب الوسائط التقنية المعاصرة. يعني الآن صار بإمكانك تحصل على أي معلومة في أقل وقت ممكن، فبالتالي إعادة النظر في المناهج وإعداد المناهج الكريكولم ديفلوبمنت
والكريكولم ديزاين زي ما بقول التربويين يعني ينبغي إعادة النظر فيها وفقا لمتغيرات العصر. يعني لم يعد انه الكلام والله التراث لابد من انه تضمين التراث ولابد من تضمين الثقافه المحليه. وكمان سؤال مهم جدا او قضيه مهمه جدا ما يعرف بالتربيه الوطنيه الناشونال كيريكولم، يعني ده ما عاد النظر له مثل ما كان النظر له قبل 20 سنه من الان في اي بقعه من العالم. التربيه الوطنيه الان تعنى فيما تعنى بكيفية إعداد مناهج تتبنى وجهة النظر التربوية النقدية. الآن أشرت لها في البداية اللي هو critical education أو critical pedagogy زي ما هي معروفة العبارة في اللفظ الإنجليزي. يعني التربية النقدية معناها إنه حسابنا يكون دقيق جدا في المادة التدريسية والتعليمية والتربوية اللي نحن منضمنة في البرامج وفي مناهج التعليم. هذه النقطة يعني هذا الموضوع واحد من أكبر التحديات اليوم أمام كل دول العالم، سواء كانت دول العالم المركزية الغنية الأوروبية الأمريكية أو سواء كان محيط العالم اللي هو نسبيا هو على صقر يعني وبؤس وعندهم مشاكل اقتصادية حادة جدا جدا. العالم الآن مشاكله اتعددت ومشاكل العالم اللي اتعددت دي تعقدت وفي نفس الوقت انعكست على اهتمامنا بالتعليم. وهذا تحدي عظيم جدا جدا ينبغي أن يعني نعيد النظر في كثير، برضو أنا أشرت لهذا الأمر، نعيد النظر في كثير من سياسات التعليم وكثير من أنواع المناهج التي ندرسها يعني. والكلام يطول على فكرة عن هذه التحديات لأنه هذه هي المشاكل التعليم، سميها تحديات سميها مشاكل إشكاليات إلى آخره، لكن هي الموضوع على الطاولة الآن أمام كل الدول العالم الغني منها والفقير منها. وعلى فكرة التطور نفسه يعني أشار كثير من الفلاسفة من وقت طويل وحتى في الزمن المعاصر النظريات والتيارات الحديثة لأنه الهم الأول والأخير الشرط الأول والأخير لأي تنمية لأي تطور لأي تقدم لأي تنوير هو الاهتمام بمسألة التعليم. بارك الله فيك. شكرا 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 جميلا شكرا شكرا دي معلومات قيمة جدا وفتح لنا كمية من الحاجات كمية من المواضيع. ويتحدث هو عن أبواب من الميديا الحاسة شغالة دي وكيف إنه الطالب يوظفها. فنحن يعني عندنا التوجيه، حتى الميديا دي لو خليته سرح فيها ممكن يلتقط حاجات ما تتوافق والمنهج. نعم صحيح. أول شيء أنا أتوجه بالشكر الجزيل للدكتور أحمد الصادق، وهو رجل صديق شديد جدا، يعني اشتغلنا مع بعض في مركز السودان القومي للغات، وهو رجل معني تماما بالمسائل الأكاديمية وقطع فيها شوطا طويلا. ويعني أنا أبني على ما قال اللي هو الآن الشعار المرفوع عالميا، هو يقال انه علمني كيف اتعلم. يعني هذا هو الشعار، علمني كيف اتعلم، وليست المساله بتاعت كما اشار اليها اللي هو السبون فيدينج اللي هو تلقين. ايوه تلقين. نعم. وشيء جاهز ونعطيه ويحفظ وكذا والى الاخير. هذا يقودنا الى ما يسمى بالاندكتيف ليرنينج اللي هو التعليم الذاتي. نعم. وده هو الانجح والامثل والاكثر فاعليه، انه ما تحصل عليه انت هو الأكثر قيمة والأثبت يعني في العقل بالنسبة للطالب. دور المعلم حقيقة هي موجهات فقط، يعني مثلا إحنا ننتمي إلى هذا العالم الذي نعيش فيه وفي قضايا تهمنا على الصعيد الداخلي والصعيد الخارجي، وبالتالي مثلا جائحة مثل كورونا مثلا أنا كمعلم على أساس أني أنا أربط
الطالب بما يحدث أعطيه مؤشرات. ماذا نعني بالكوفيد؟ ما هي أعراضه؟ ما واجبك أنت؟ يعني أشياء مثل هذه. طيب من أين له المصدر فيه؟ إنه هو يبحث بذاته في الإنترنت ويحصل، ثم نأتي إلى الفصل وبالتالي نأخذ ما يسمى بالفيدباك اللي هي التغذية الراجعة. وبالتالي بدلا من إننا إحنا نجيف في المنصة العالية كمعلمين ونلقنه ونفتح يعني ما كما يقولون دماغه نشرب هذا الأمر، لا، هو من ومعلومات من مصدر واحد. أي نعم نعم أحادي. نعم نعم. كمان معلومة مهمة جدا، يعني من أكثر مميزات التعليم الفاعل في أنه الطالب هو في أثناء عملية البحث هو بيقدر أنه هو يتعرف على معلومات من مصادر مختلفة، بيقدر يتعرف على المعلومة والمعلومة أيضا المضادة لها. هذا صحيح، وده برضو بدعم ما ذهب إليه الدكتور أحمد صادق فيما يتعلق بالمسألة النقدية. نعم. لأنه أنا لا أريد طالبا يعني مستسلما لما يعطاه، لكني أريد طالبا يستطيع أن يميز، يقبل ويرفض وينتقي ويختار، يعني هذا اللي بيبني الشخصية بتاعته. أنا لما تمسكني رأس الخيوط وتسلقها أنا براي، نعم، بحس بالمتعة في التعليم نفسه، وإحساسك أنت بالمتعة كمان بيخليك أنك أنت تمشي لأبعد بنفسك أو تعلم نفسك. تماما أخي إبراهيم، يعني الآن أنت لو ولدك الصغير إذا أردت أنك تعمل له شيء كمساعدة ولا كذا يقول لك يا أخي خليه أنا بعمله. أيوه. ده هو فطريا مفطور على هذا الكلام، ونحن نتعلم بالعمل. يعني حتى متى نحن نذهب في رفقة ولدنا إلى الدكان ونختار له ملبسه ونختار له أكله؟ يعني أنا لما أذهب مع عمر إلى المحل، طيب هنا قمصان، نعم، أوكي، أيهم تريد؟ كده أنت بتدي استقلالية، بتدي استقلالية في إنه هو يصنع القرار. حتى إذا كان في اجتماع أسري، لماذا لا نشركه في هذا الاجتماع الأسري؟ نعم، يعني التعامل الواعي من الأهل، نعم، واللي بيبني ثقة الابن في نفسه وبالتالي كمان ثقته بنفسه كطالب، نعم، في المعلومة اللي بيستخرجها أكيد. وهذا حتى في المدرسة. نعم. يعني أنا يعني الأختينا يعني أتمنى إنه يرقى الطالب إلى مستوى إنه هو يعبر عن نفسه بكل أمانة، إنه والله هذا الأستاذ فيه كذا وكذا وكذا، أنا ما أفهم من غير تردد أو خوف. نعم. أو رجعة. ده طيب أستاذ عبد الرازق، بخلينا يعني نركز أكثر في المنهج التعليمي نفسه ومحتوى المنهج التعليمي، كيف المفروض يكون عشان يقدر يوائم اللي نحن الجيل اللي بنتكلم عنه، جيل التكنولوجيا والتعليم الفاعل؟ طيب هي التجربة الإنسانية كلها طبعا عبارة عن تناقل، يعني نستلف ونعطي ونعير وكذا، وإلى الأخير نحن نرى من حولنا يعني هناك أناس نهضوا بتعليمهم يمكننا أن نأخذ منهم، وهناك أشياء كما أشار الدكتور برضو إلى أنه بخت الرضا كان صرح، وكان يعني الناس يأتون ويستقون منه العلم والمعرفة وما شبه ذلك. أنا في بداية هذه السهرة حقيقة أشرت إلى الركيزتين الاثنتين بالنسبة للسودان، اللي هو الركيزة الزراعية والركيزة الرعوية. طيب بلد مثل السودان شاسع المساحة، متباين الجغرافية، يعني أشبه ما يكون بأمريكا. أمريكا يشتغلون بالنظام الفيدرالي، يعني كل ولاية لها قانونها الخاص، يعني في رخصة القيادة، في التعليم، في كل ما يهم أمرها لها قانونها الخاص اللي ما بيخضع للدولة الكبرى الأم يعني على الإطلاق. نعم. نحن دكتور من غير مقاطع عليك، أنت ذكرت في حديثك إنه اعتراضك على المنهج التعليمي في يعني جملة من المواد التي تدرس في المنهج، نعم، التعليمي. نعم. نحن الآن بنتحدث عن المنهج التعليمي، شنو هو محتاجه المنهج التعليمي عشان يقدر يواكب هذا الجيل؟ ممتاز. أنا هي كانت مقدمة. نعم. يعني هذه مقدمة لأصل إلى الإجابة. يعني ما الذي نحتاجه نحن؟ أول شيء المعرفة تكون بالبيئة المحيطة،
الطفل يتعلم من أمه أول ما يتعلم، ثم من الأسرة، ثم من أقرانه، والدائرة تتسع يعني كل مرة. صحيح. إذن ينبغي أن يكون المنهج الذي ندرسه يكون يعني متوائما مواكبا للبيئة التي من حولنا، هذه واحدة. الشيء الثاني، نحن في حاجة إلى مناهج عملية أكثر منها مناهج نظرية. والفيزياء مثلا، مادة الفيزياء والكيمياء والعلوم وإلى الأخير، هذه مواد ينبغي أن تدرس في المعامل، لكنها تدرس بشكل نظري. نعم، في الفصول. نعم، في الفصول. وهذه كذلك تعيق المسألة يعني بشكل كبير. مرة ثانية أشدد أقول إنه أهم ما نحتاجه اللي هو إعداد الطالب عن طريق هذا المقرر المدرسي في إنه هو يتفاعل مع يعني أنا التربية الوطنية التي أشار إليها الدكتور، ما هي كتاب الأساس إننا نقرأه ونستوعب ما فيه وكذا، لكنه تطبيق. فلننظر إلى اليابان. الطفل الياباني يعني من البداية يعرف كيف يلتقط، يحافظ على نظافة البيت، يحافظ على نظافة المدرسة، يحترم الكبير. هذه هي التربية. تطرقت أنت للمنهج نفسه. نعم. المنهج هو اللي بيقود الأستاذ. نعم. كويس. وعندنا المناهج دائرة شغل كثير جدا، تطرق لها الدكتور في حديثه. والمناهج المصنع ذاته اللي بيعلم. نعم. أو المعلم ذاته هو محتاج لمنهج يقوده بشكل صحيح جدا. نعم. والمناهج الموجودة الآن كويس، والمؤسسات التعليمية اللي ذكرناها، مؤسسات تعليمية بتقوم على الحفظ كويس، وبتقوم على التلقين، تخلو تماما من أي حوار. نعم. أو تخلي الطالب إنه يقوم هو يحاور. فدي المعضلة الأساسية. نعم. لو قدرنا نحن تجاوزناه، وانت ذكرت قبلك انه بتدفع 3% من الميزانية للتعليم. نعم. كويس. ده ما بيأهل له انه يكون في معامل، ويكون في عملي اكثر من النظري. وقد يكون العملي في السنين الفاتت او 30 سنة الماضية دي انتهى خالص يعني. نعم 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 نعم. يعني اخي ابراهيم، خلينا نكون عمليين، خلينا نكون عمليين. وأنا أتكلم عن نفسي، كنت في مدرسة أحمد بشير العبادي، مدرسة يعني أساس، وكان في درس يتكلم عن الطبخ. تخيل معي، فصل بنات ثامن، والدرس عبارة عن ماذا؟ الطبخ، إنك كيف تقطع البصل، تشرح البصل، وتجيب الزيت، وتعمل وإلى الأخير. ما الذي فعلته أنا؟ طلبت منهن، من البعض، لحما وثوما وكل المكونات بتاعت الطبخة هذه، وجبنا الموقد بتاعنا وفي الفصل. أوكي. Okay. Now who is going to cut مثلا اللي هو to slice the onion، مين اللي حيشرح كذا، what are we doing، ماذا نفعل الآن. كانت حاجة عملية راسخة إلى اليوم. ده الترفيه اللي أنا بقصده لك قبل. كويس. يعني الجمعيات الذكرة، هو ذكر الجمعية، الجمعية واحدة. نعم. لكن هي البدنية. نعم. والرياضية. نعم. البدنية البدنية والفنية والوطنية. نعم. الثلاثة جمعيات دي هي اللي بيعملوا موازنة للمنهج. بالضبط بالضبط. منهج مكمل جدا، وإعداد أصلا لهذا المتعلم الصغير على أساس أنه يقابل تحديات الحياة. نحن الثلاثة دي فقدناه. نعم تماما. بقى المنهج مايل على جنبه واحدة. نعم. فده أثر كثير جدا على الشارع، رغم إنه هسه إحنا بنشوف الشباب اللي تعلموا بالمنهج ده نفسهم شباب واعين جدا، وزي ما قال الدكتور إنه اكتسبوا الحاجات دي كلها ذاتيا. أيوة، من الميديا. نعم. الحاصلة. نعم نعم نعم. الشيء الثاني، ما يفاقم الأمر سوءا هو غياب الرقابة. يعني العملية التعليمية ينبغي أن يكون في رقابة، ما الذي يحدث في المدارس، قياس للعملية التعليمية. يعني هذه كلها غائبة يعني بشكل كامل، لأنه صارت في تعيينات يعني على حسب الولاءات وما شبه ذلك، ولذلك أضرت
بالعملية التعليمية بشكل كبير جدا جدا. إذا إحنا إذا أردنا أن نرتقي بالتعليم في السودان علينا أن نعطي الخبز لخبازه. لا هسي إحنا موجود التاجر هو المسير العملية التعليمية والزول صاحب الخبرة في التعليم فصوله كلها واقعة ومدارس واقعة زي ما ذكرنا بالضبط. الآن المسألة بتقع على عاتق أفراد المجتمع وبالذات الأسرة وبالذات الوالدين، يعني هم يكونوا من الوعي بمكان أين مصلحة الولد. لا يغرنا المبنى الجميل ولا الوسائل التعليمية بقدر ما ننظر إلى هل هناك يعني تعليم فاعل، هل هناك تعليم فاعل؟ هذا هو السؤال. نعم صحيح، هذا هو السؤال، لأنه كثير من المدارس وبالذات لو جينا تكلمنا عن المدارس الأهلية والخاصة بنشوف إنه هي مؤسسات ربحية في المقام الأول قبل ما تكون تعليمية وتربوية، ونحن حنتوقف هنا ونطلع مادة نشوف الكنترول مجهزين شنو، نرجع لكم أعزائنا المشاهدين. شكرا شكرا جميلا، شكرا للكنترول اختيار الأغنية دي كان جميل جدا. أستاذ عبد الرازق أبو عمر كما يحلو لنا، في مفاهيم مجتمعية خاطئة عن التعليم، مفاهيم في المجتمع نحن دارين من خلال نوصل رسائل كويس لمجتمعنا في المفاهيم الخاطئة الممكن نحن تضيع لنا أولادنا، ممكن تضيع لنا التعليم كله، تضيع لنا كمان النهضة، النهضة نهضة بلدنا يعني. نعم خلينا أبدأ بأقول إنه أول شيء ارتباط الأسرة بالمدرسة نفسها. البعض يظن إنه بمجرد إرسال الولد إلى المؤسسة التعليمية انتهى دوره، لا، لكن إحنا بنقول الدور ابتدأ، دي واحدة. الجانب الثاني لا ينتهي التعلم بالتخرج، يعني واحد مثلا تخرج وكذا وإحنا بنقول إنه خلاص يعني تخرج والزغرودة هنا وهناك وأول السودان وما شابه ذلك، بالعكس تماما إنه الآن فقط بدأ التعلم، لأنه التعلم عملية مستمرة، عملية يعني لا تتوقف البتة. الجانب الثاني كذلك يعني أنا على أيامنا كان بيقيسوا الشاطر منا بالكم بتاع المفردات اللي بيحفظها، وهذه جريمة، جريمة كبرى إنك تحفظ مفردات، لأن المفردات لحالها لا تفعل شيئا. احفظ جملا عبارات، عبارات تستطيع استخدامها، دي برضه واحدة من المفاهيم يعني الخاطئة جدا. نعم. المسألة بتاع ترقية المهارات، أنا إذا سئلت إنه ألخص العملية التعليمية ما هي، هي ترقية مهارات. مهارتك بتكون عالية في كل، طبعا عندنا مهارات أساسية القراءة والكتابة والتحدث وما شابه ذلك، أي نعم، لكن في مهارات فرعية إنه أنا أقدر أقرأ نص أستوعبه، أقدر أعبر عن نفسي، أكتب لآخر يستطيع أن يفهم ما أكتبه، أسمع للآخر يستطيع أن أفهم ما أسمعه، هذه هي المهارات التي ينبغي أن تنمو فيه. المسألة بتاعت كذلك النتيجة والنسب المنفوخة، يعني أنا أتخيل معي لا أتحدث يعني عن نفسي باعتبار أني أسوق لها ولا شيء، ولكن في امتحان الشهادة السودانية يعني كانت نسبتي في اللغة الإنجليزية 67%، 67% هذه كانت ثالث أكبر درجة في مدينة نيالة، ما شاء الله. الآن الطالب 100 في الإنجليزي، طيب إذا كان هو بجيب 100 الطالب البريطاني ماذا يفعل؟ طيب يجيب كم يعني؟ نعم أستاذ عبد الرازق، يعني في المفاهيم الخاطئة كثير عندنا مفهوم سوداني شائع جدا بيقول لك الإنسان اللي خطه شين أو سيء هو ده شاطر، أو إنه الخط الجميل هو دليل على البلادة، ويقول لك كل خطاط بليد. رأيك أنا في هذه خطاط المقولة؟ أنا خطاط جدا. يعني إذن ده أكبر دليل على إنه المقولة دي كمان خاطئة. لا هي المسألة بتاعت، طبعا في علماء نفس الآن بيقدروا بيحللوا نمط الشخصية من خلال الخط. نعم. حتى إنه في السجون بيوفروا لهم أدوات الكتابة والورق وما شابه ذلك، ويقول لهم شخبطوا في الكراريس زي ما الأغنية بتقول، فمن خلال الشخبطة دي بيعرفوا
يعني مزاجية الإنسان، نمطية الإنسان في كذا في كذا في. نعم طبعا أكيد يعني خط الإنسان عند دلالات كبيرة جدا صحيح، دي في حلقة لازم نخصص لها كمان حلقة. بارك الله فيكم تسلم والله، نحن حلقتنا انتهت وكنت رائع وكنت أديتنا معلومات يعني قيمة جدا، شكرا جميلا لك والله. انا اللي يعني مرتاح معاكم لاني حاسب الانتماء وحاسب انه انتم ناس قريبين لي يعني، ولذلك انت مننا وفينا. تسلم والقلوب شواهد. استاذ عبد الرازق محمد يحيى مترجم ومهتم بقضايا التعليم، شكرا لك فعلا نورتنا اليوم. بارك فيكم. وشكرا كمان لمشاهدينا الكرام تابعونا من بدايه الحلقه وجونا في نص الحلقه، شكرا لكم. وما تنسوا اراكم وملاحظاتكم بتهمنا شديد جدا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أو بكل يوم سهرانين معاكم إن شاء الله أنا ودينا إن شاء الله بإذن الله. ودي كانت نهاية حلقتنا، وشكرا لك يا دينا. شكرا لك أنت كمان أيضا أستاذ إبراهيم، وشكر طبعا أكيد موصول لكم أعزائنا المشاهدين، وشكر بالتأكيد كل الشكر للكاست العامل في حلقة اليوم، في الإخراج هشام يوسف وأحمد نجمة، وفي كاميرا كنترول ناصر لانكي، وإعداد أستاذ التجاني محمود، ومهندس الصوت محمد حسب، ومونتاج عز الدين سعدابي، وجرافيك محمد عصام، وفي البث أحمد الرئيس ومصعب فؤاد، وفي التحرير محمد طه. إن شاء الله نتلاقى في سهرة جديدة، وإن شاء الله زي ما بقول أستاذنا إبراهيم كان حيين بنتلاقى بإذن الله في رعاية الله.